طيب في دول كثيرة، مما أنت تيجي زائر لدولة وأنت في المطار بتديك الأنظمة بتاعتها والدستور بتاعها أو النظام اللي شغالة به، على أساس أنه أنت تكون ملم بكل الأنظمة وتكون ملم بكل شيء. بالنسبة ل أنه تستمد المعلومة القانونية من الجهة القانونية اللي منوط بها تنفيذ القانون، يعني المحامي، المستشار القانوني، مكاتب المحاماة، المكاتب الاستشارات القانونية، هذه كلها جهات ممكن تمدك بالمشورة القانونية وبالأنظمة القانونية. نعم أستاذ زياد، نحن الليلة بنتكلم عن الاستشارة القانونية وأهمية كمان الاستشارة القانونية، لكن حابين إنه نحن نتكلم عن أبجديات إعطاء الاستشارة القانونية. نعم، الاستشارات القانونية لابد إذا كان هناك شخص عنده مشكلة أو عنده نزاع أو عنده مسألة عاوز يستفسر فيها أو عاوز المشورة القانونية فيها، لابد إنه يمشي لمستشار قانوني أو محامي على أساس إنه يعرف المشورة القانونية في هذه المسألة. فأبجديات المشورة القانونية إنه المفترض على المستشار أو المحامي إنه يستمع للشخص اللي عاوز المشورة القانونية، ويطلع على المستندات اللي تابع اللي يجيبها، وإنه المستندات دي تكون هي جزء من أو المستندات التابعة للنزاع، على أساس إنه أنت تكون ملم بكل التفاصيل بتاعة النزاع.